النص واضح من اجل ان لا يكون هنالك تشكيك، لان احنا كنا ندرك جيدا ان الاليه اللي سارت بيها وحاله ضعف الدوله وضعف المؤسسات الامنيه راح تؤدي الى النتائج اللي قاعد نوصلها الان مع كل الاسف. ردنا من المفوضيه ان تتعامل بشفافيه، اوكي احنا جايبين اجهزه عد وفرز لتسريع النتائج يعني الالكترونيه. يعني من كلامك فهمت انه المشكله هي بالمفوضيه؟ الان المشكله بالنتائج والتشكيك بالنتائج، هذا ينعكس على تشكيل الحكومه وعلى تشكيل الكتله الاكبر وعلى البرلمان المستقبلي. هي قضيه اعلان النتائج يترتب عليها كل الامور المستقبليه. فلذلك انا ما راح اتصور انه قبل هلال العيد سنرى هلال الكتله الاكبر او نرى الدخان الابيض كما يوصف البعض. صحيح. ننتظر، وبدات الامور ككرة الثلج الآن بدأت تكبر. البداية طالبنا 5% عد وفرز، الآن بدأ البرلمان يطالب بعد وفرز كامل، بدأت بعض الكتل السياسية بعد وفرز كامل. هذا العد والفرز إذا بدأ بطريقة صحيحة أنا أتصور راح يأخذ وقت، لأن إذا كل العراق عادت عد وفرز يجب أن نتسالم على القبول بالنتائج ابتداءً. إذا عدوا فرز نسبة يعني مو لا النسبة مو القناعة يدوي. النسبة 5% قد تجبر المفوضية على أن تعد كل الصناديق كلها يدويا؟ كلها يدويا طبعا. إذا 5% إذا 5% وطلع بها فرق 20% من الأصوات الما محسوبة، أنا بالتأكيد راح أطالب أنه بعدوا فرز كل الصناديق. إحنا أما نمشي بطريقة صحيحة أو لا، نص صحيحة ما تمشي. فأنا أتصور الأيام القادمة إذا ويجب أن تستجيب المفوضية حتى لا تتحول. يعني أول شيء طالبنا ما سمعت من عندنا، كتل سياسية طالبت ما سمع، البرلمان طالب ما سمعت، الحكومة اليوم تطالب ما سمعت. مجلس القضاء أيضا يعني بس أنه بطريقة أو بأخرى على المفوضية أن لا تكابر ولا تعتمد بأي شخص أي كتلة سياسية تجي تطيها أو تهددها أو تطيها وعود أنه لا استمروا إحنا نحميكم. أنا أتصور الوضع في العراق لا يحمي أحد دكتور قانونيا أقصد. نعم.